سلام، ايه ده؟ يا سلام، فليحيا الاجداد. يا سلام يا سلام، فليحيا الاجداد. ها، ايه رايك بقى؟ انت تستحق تكون زعيم عصابه مش مستشار ملك. ودلوقتي بقى انا هنزل اخد كل اللي اقدر عليه، ولما اخرج ناخد الكنوز دي مع الكنوز اللي انا سرقتها قبل كده ونرجع. انا نسيت اقولك حاجه مهمه يا عم حسني. انا زي ما عرفتك بالمكان ده، عرفت الملك حول محب الحقيقه كلها. انا ما عملتش حاجه، هو اللي قال لي المكان. دي فلوس أجداد ورثي.